صباح الخير عليكم، نتمنى انكم بخير. قبل ما نبدا العمليات الكبار كنبدا ديما بالختانه. اول اثر تاريخي ديال شي ختانه دارت لقاوها عند الفراعنه، داك المخطوطات ديال الفراعنه 2400 عام قبل الميلاد ديال عيسى عليه السلام، ولقاو بان راه كانوا السكان الاصليين ديال استراليا حتى هما كيديروا الختانات. في المعتقدات ديالهم ان الطفل قبل ما يدوز للبلوغ ضروري كيتختن، ومن الطقوس اللي كانوا كيديروه هو ان داك الجليده ديال الختانه هذه كانوا كيديروها في وسط واحد البنانه وكياكلوها. وفي القرن 18 كان يعتقد بان الختانه كانت كتعالج الشلل ديال الاطفال، فكان شي طفل ملي كيكون مشلل كيختنوه لعله وعسى ينوض. اصلا كانوا بزاف ديال المعتقدات اللي خاطئه، بحال النساء اللي كانوا كيعانيو من الحالات الهستيريا. اصلا هستيريا كيعني باللاتينيه الوالده، لوتيروس، داكشي علاش ملي كنحيدوا الوالده كتسمى العمليه ليستيريكتومي. فالعيالات اللي كانوا كيعانيو من الهستيريا او كيجيوهم حالات هستيريا كانوا كيحيدوا ليهم الوالده. تا من بعد عاد اكتشفوا بان الهستيريا هي واحد اضطراب نفسي الى اخره.